السلام عليك يا مهجة قلب البتول وقرة عين الرسول، يا حبيبة خير خلق الله وربيبة بيت وحي الله، وشقيقة السبطين الحسن والحسين، وعمة الأئمة الميامين من آل طه وياسين، ورحمة الله وبركاته. السلام على ابنة مكة ومنى وزمزم والصفا، سلام على من جدها محمد المصطفى وأبوها علي المرتضى وأمها فاطمة الزهراء سيدة النساء. السلام على ابنة الدلائل الواضحات والآيات البينات والمعجزات الباهرات والبراهين الظاهرات. السلام على المولودة في محقل العصمة والتقى ومهبط الوحي وال